والله غير المؤثرات اللي رانا نشوفوا فيهم اليوم في هذا التواصل الاجتماعي، والله نقدر نقول لك كارثه. عجب وين وصلنا لواحد الدرجه وين ولينا ما نقدروش. انا واحد لي فيديو ما قدرتش نشوفهم، والبنات تاعو على اليوم المجتمع راح ما كاش اليوم الحياه في المراه والمراه، واذا ترفع من عندها الحياه عرف اللي راهي كارثه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع جبريل قالوا يا جبريل بعد وفاتي راح تنزل، قالوا نزل اربع خطرات، الاولى نرفع العدل، والثانيه نرفع البركه، والثالثه يرفع الحياه من النساء. والحاله اليوم الحياه اليوم من النساء راهي مرفوعه. نقدر نقول لك شفنا في السخانه النساء تقريبا يتمشوا عرايا، يعني رانا في وقت وهذا جا غضب الله، هذا كل شيء هذا غضب الله. هذا تعرف شنو هي الخير هذه والبركه اللي ترفعت هذه هي من غضب الله. والمراه اليوم نقدر نقول لكم المراه راهي ولات راجل حقيقة، تروح لدار الشرع يتزوجوا اليوم شهر من بعد يجوزوا عند الشرع يتطلقوا على هاد المؤثرات هادو. راهم نشوفوا المرأة راهي عريانة في لي فيديو تهدر واحد الكلام وراهي تحرش المرأة، تقول لها ذاك الراجل ما تعتنيش به. اليوم هادهم ما همش دايرين والله غير بلا بينا، والله ما يعيشوا بلا بينا. الراجل ربي كرم الراجل، كرم الراجل على المرأة، والراجل اللي هو عنده هذيك القوة ولا يشوفوه الرجل ضعيف. وحقيقة اليوم رانا في أزمة أخلاقية وإن لا مثيل لها. والله يجيب ساعة الخير خويا وتبارك الله فيكم. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.